مساء الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الأربعاء طرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس الثلاثاء، وإن شاء الله رح تكون الأجواء خلال الأيام القليلة القادمة بين حارة نسبيا نهارا وربيعية دافئة في ساعات النهار، أما في ساعات الليل رح تكون إن شاء الله الأجواء ربيعية لطيفة. بالبداية خلونا نستعرض درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، بتسجل 19 مئوية وأجواء صافية، نسبة الرطوبة 71% وسرعة الرياح 10 كيلومتر في الساعة. كالعادة نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الخميس في عموم المناطق، نبدأها شمالاً مع إربد بتسجل نهاراً بين 32 و19 ليلاً، المفرق 33-18، جرش 33-20، وعجلون بين 31 نهاراً تنخفض ليلاً 18 درجة مئوية وأجواء صافية ومشمسة إن شاء الله. المناطق الوسطى مع العاصمة عمان 30 نهارا 19 ليلا، البلقاء 30 نهارا 20 ليلا، الزرقاء 33 نهارا 21 ليلا، مادبة بين 31 و18 وأجواء صافية ومشمسة، أما البحر الميت أجواء حارة جدا 37 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 27 درجة مئوية. مع المناطق الجنوبية الكرك بتسجل 30 نهارا 18 ليلا، الطفيلة بين 29 و18، الشوبك بين 27 و16، معان بين 32 و19 وأجواء صافية مشمسة في هذه المناطق، أما العقبة بتسجل 40 درجة مئوية مع أجواء حارة جدا وبتنخفض ليلا إلى 28 درجة مئوية بإذن الله. المناطق الشرقية الرويشد بتسجل نهارا 39 20 ليلا، الصفاوي 37 نهارا 20 ليلا، والأزرق 37 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 21 درجة مئوية وأجواء حارة جدا في ساعات النهار في المناطق الشرقية. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. شكرا لحسن الاستماع، تصبحون على ألف خير.